تحية سام ابو قير، وماذا نرى لسام ابو قير بعد كل هذا الصعود؟ واحنا قلنا في اخر فيديو ان احنا عايزين تصحيح، والتصحيح بتاعنا لازم يقرب من المناطق. قلنا ان احنا عايزين تصحيح على شكل اي بي سي، وممكن ما يكونش تصحيح عنيف، خصوصا ان انا عندي شمعة مجهود شرائي ضخمة جدا، وقلنا ان انا عايز اكل من الغلاف ده جزء كبير جدا بحيث استهدف القمة الجديدة. وشايف ان احنا كمان محتاجين نعمل تصحيح ممكن يوصل لحد مستويات 38 فيبو، اللي هو المتوقع من الموجة دي كلها اللي انتهت هنا. انا عايز مستويات ال 38 فيبو، هلاقي نفسي برضو قريب من مستويات ما بين ال 80 لحد مستويات ال 71 جنيه. وكمان انا ببحث عن تصحيح ممكن يكون قريب جدا، واعتقد مش هيكون اعنف من هذا التصحيح كمان كاشارة، فممكن يوصلني لحد برضو مستويات ال 80 جنيه. يعني ما زال ابو قير بنبحث عن تصحيح بعد كل هذا الصعود لكي نبحث عن صفقة شراء. ليه بقى بنبحث عن صفقة شراء؟ لأن بمنتهى البساطة قلنا للمرة المليون احنا فاضل لنا موجة سعرية. موجة سعرية ازاي؟ قلنا عملنا واحد اتنين، ده كله تلاتة، بنبحث عن تراجع عن أربعة عشان نستهدف قمة جديدة. أعتقد هنكسر المية، وهدفنا إن شاء الله ممكن يوصل لحد 115 كما قلنا. طيب أنا عايز أتعامل مع بوير، هتعامل مع بوير ازاي؟ إما أخد فيبوناتشي، يا اما هرسم على شمعة المجهود الشرائي بالنسبة لي اللي هي الشمعة دي، تمام، وهفضل قاعد استهدف في لحظة شمعة المجهود الشرائي دي. انا عايز افضل استهدف انزل حتى لحد مستويات ال 38 فيبو، منها لحد مستويات 23 فيبو اللي هي المستويات من هنا لهنا. انا عايز ببحث في المناطق دي عن ضعف للدخول مرة أخرى في أبو قير والاستثمار في أبو قير. وما زال أبو قير زي ما قلنا ليه أهداف، ليه أهداف برضه هنقول ليه، لأن أنا قلت إن أنا عملت قاع بداية الصعود من هنا، سوري، عملت قاع وعملت قمة، وببحث عن قاع أرسم عليه. ممكن القاع يبقى هنا، ممكن القاع يبقى هنا، وعايز مستويات ما بين ال 61 لحد مستويات 78 فيبو، فلاقي نفسي ان انا رايح اكسر ال 100، واحنا بنحاول نبحث عن مستويات ال 115. وكمان لو قلت هاخد شمعه الفيبوناتشي بتاعتي، انا عايز منها مستويات ال 161 فيبو، فلاقي مستويات ال 161 فيبو بتاعتي برضو عند مستويات ما بين ال 107 ومستويات 200 فيبو لحد 117. ولكن شريطه يحصل تصحيح. لو احنا على فريم الساعه هنلاقي ان عايز تصحيح، والتصحيح لسه ها. هل ممكن التصحيح من البول فلاج بمعنى صح، اللي هو يعمل لي تصحيح بشكل عرضي بهذا الشكل ويصعد؟ ممكن، مفيش، لا يعني هو الفكرة كلها ان هذا التصحيح لسه، يعني لسه بيقول هادي، وتصحيح غير مكتمل. خلينا نشوف مع بعض، خصوصا ان انا عندي منطقة اللي احنا قلنا عليها اللي هي مناطق ال 80 جنيه، مناطق قوية قوي. لو رجعنا على فيلم الوكلي تاني عشان نحددها، مناطق ال 80 جنيه مناطق مهمة قوي. ليه بقول مناطق مهمة قوي؟ لان لو رجعنا تاني خدنا فيبوناتشي وخدنا كل الموجة اللي بدأت من هنا لحد هنا، فلان انا عندي مستويات اللي احنا قلنا عليها مستويات 23 فيبو اللي عند 80 جنيه دي مستويات مهمة قوي، ومستويات 70 جنيه مستويات مهمة. يعني انا ممكن ابتدي استهدف الشراء لما اكسر مستويات ال 80 جنيه، وده الاقرب للحدوث. وننتظر من ابو قير اهداف جديدة وقمة جديدة، وبالتوفيق.